Lord of Antennas, Green Kana, Boran, Isay, Tamil Sita, Lil Toma, بالنسبه للدنس او للدنس. اوكي؟ هنعمل اسهل الخطوات اللي هي هتريحنا وفي نفس الوقت هنختصر فيها الوقت. عشان ما ناخدش وقت كبير في موضوع السيت اب هنقول لكم الستبس بتاعت السيت اب اللي هتسهل عليكم الموضوع. ماشي؟ الموضوع سهل وبسيط مفيش اي حاجه. الادوات اللي احنا بنحتاجها في موضوع السيت اب زي ما انتم شايفين الدينر نايف، الدينر فورك، الابيتايزر نايف او الفيرست كورس نايف زي ما بيقولوا، الفيرست كورس نايف فورك اللي هي الابيتايزر فورك، السوب سبون، الديزيرت فورك، الديزيرت سبون، بي ام بي نايف، بي ام بي بليت، الووتر جوبلت، والنبل. دي الادوات اللي معانا النهارده. ماشي؟ حد عايز يستفسر عن اي حاجه؟ يعني في اي استفسار او اي حاجه مش واخد بالكم؟ احنا بالنسبه لنا الطاوله بتاعتنا شبه جاهزه. اول حاجه بنتاكد منها ان المفرش اللي على الطاوله بيكون نظيف ومكوي ومفروش بطريقه صحيحه. ايه هي الطريقه الصحيحه؟ ان انا باجي بعد ما بحط المفرش بتاعي او بعد ما بفرش التيبل كلوز بتاعي بشوف الزوايا بتاعت التيبل كلوز دوت مظبوطه ولا في حاجه مايله او في حاجه. باجي من هنا اول حاجه الكرسي التشير بتاعي بحاول يبقى حرف التشير زي كده بيبقى ملامس لحرف التيبل كلوز بتاعي. ماشي؟ وبسنتر بعمل سنتر للتشير طاوله التيبل بتاعتي. اوكي؟ واروح للجهه الثانيه بشوف نفس الخطوات اللي هناك هي نفس الخطوات اللي هناك. لو انا ظبطت التشير بتاعي مع التيبل كلوز مع التشير اللي قدامي كده خلاص الطاوله ريدي للسيت اب. جاهزه. اوكي؟ جاهزه للسيت اب. عشان ما اعملش الدبل جوب وان انا اقصر الطرق ان انا اعمل سيت اب على طول خلي الكاتلري بتاعتي كلها مع البي ام بي بليت بتاعي على زي بعض. يعني بخلي بجيب كل كل الطاولة اللي قدامها كل الطاولة اللي هم اربع اشخاص مثلا بيجيب لهم السيت اب بتاعهم مره واحده. بجيب سيت اب لاربع اشخاص مع بعض اللي هو اربعه. بحاول اضيف ممكن كفر زياده عشان ممكن في خلال ما انا بعمل السيت اب بتاعي لو حاجه وقعت مني بدون قصد طبعا ما اروحش تاني للسايد ستيشن بتاعي ارجع اجيب تاني يبقى انا كده بضيع وقت. فانا بخلي مثلا انا هعمل مثلا 2 كفرز بخلي معايا 3 كفرز. هعمل 4 كفر بخلي معايا 5 كفرز. فهمتني ازاي؟ مثلا بنبدا اول حاجه بنبدا بيها ان انا من هنا كده واقف كده عشان اخد السنتر بتاعي مظبوط. هو في بعض الناس بتحب تفرش من الجنب بس اسهل لك انت عشان خاطر تظبط السيت اب بتاعك بتجيبها من ورا الليتش. اوكي؟ بنحط اول حاجه او المين كورس نايف اتحط كده بعيده عن حرف التيبل حوالي سنتي اللي هو عدد اللي هو بالظبط زي اول صباعك اللي هي الطبيعيه. ماشي؟ لو عملت كده خلاص كده يبقى انا ايه ظبطت. ما حدش سالني مثلا ليه اشمعنى الدينر نايف اول لانه هي اللي تحدد المركز اذا انت بديت فيها بشكل صحيح باقي السيت اب كله هيكون صحيح. في نفس الوقت انا لما باجي اعمل سيت اب ما ببنيش لجوه ببني لبره. فاهمني ازاي؟ فدي اول حاجه دي اهم حاجه عندنا الدينر او المين كورس نايف. تاني حاجه المين كورس فورك. المين كورس فورك. المين كورس فورك على نفس اللاين اللي هو برده اللي احنا قلنا عليه اللي هو السنتي او اللي هو المسافه ديت نفس المسافه ديت بتاخد اللاين الثاني لوحدها. بالظبط. بحاول بيبقى فيه المساحه اللي هنا ما حدش سالني ليه المساحه دي عشان خاطر المكنه تكون هنا كده وتكون فراغ المكنه ده المساحه دي احاول اخليها الطبق الدينر بليت او البين كورس بليت لما الجست بيتحط
حاطينه كده الكتلاري ما تبقاش تحت المزيج، لازم تكون فيه، لازم تكون فيه مساحه زي كده. دي هتيجي بالممارسه معاك المساحه دي، بعد كده بالممارسه هتعرف يعني ايه تظبط المسافه المسافه بين الفرق والمايكس. اوكي كده. في اي سؤال ولا اي حاجه؟ حد محتاج يعرف اي حاجه؟ لحظه، لو انا دلوقتي لو الجسم دلوقتي الناقنيه حاليا موجوده هنا، لا احنا لسه هنبص في الخطوه اللي احنا عملناها دلوقتي. تمام كده معروفه سهله. ماشي. تاني خطوه نخش على الفيرست كورس او الابيتايزر كفر اللي هي النايف. اوكي. هي نفس المسافه اللي احنا خدناها في الاول بتاعه النايف المين كورس نايف، هي نفسها بتاعت البيتايزر، بس بيبقى في مسافه ما بينهم اللي هي برضو اللي هي السنتي. يعني ايه؟ هو السنتي ده هنا، هو السنتي ده هنا، نفس الخليج نفس السنتي. اه ماشي. في حاجه برضو نسينا نقول عليها، ان انت لما بتيجي تتعامل مع الكاتلري بتاعتك بتتعامل معاها من المكان ان الجيست بتاعك ما بيتعامل ما بي ما بي يعني ما بي ما بيلبسوش الجسم ما بيوصلهاش ولا الاكل بيوصل ولا الاكل بيوصل لها. سليم. فدي دي اسلم يعني دي اسلم مكان ان اللي هو بيقولوا عليه يعني ايه السليم خالص، يعني اللي هو الجزء اللي انا ماسك منه دلوقتي اللي هو الجسم ما بيمسكوش منه. ايوه لا بيمسكه ولا بيستعمله. سليم. حتى لما باجي اظبط لو مثلا عندي حاجه كده ولا كده احاول اظبطها. رابع حاجه الابيتايزر فورك. الابيتايزر فورك في بعض الاماكن بتحب تخليها لتحت وبعض الاماكن بتحب تخليها لفوق. احنا عندنا هنا تبقى مسافه اللي هي دي كده بالظبط مش اكتر من كده. اوكي. يبقى احنا خدنا بنبني المين لبره لبره. لما جبنا الطبق والبليت وحطيناه كان مظبوط كان مظبوط صح؟ بعد كده سوبر على نفس العنوان بتاعت الايه؟ انا بص كل ما بتعامل مع اي كاتلري بتعامل معاه من الجزء ده، لا بتعامل من هنا ولا بتعامل من هنا، بتعامل من الجزء ده. تمام. انا عشان متعود ان انا يعني اعمل سيت اب من اليمين فالموضوع بالنسبه لي سهل، بالنسبه لكم انتوا طبعا في الاول انت بتبقى من ورا التشير بتاعك عشان خاطر ما عشان يكون الحاجه معاك مظبوطه. انا بس واقف من ناحيتي كده عشان اشرح لكم انتوا ايه عشان تبقوا شايفين يعني شايفين ازاي. بعد كده سوري الديزيرت كفر. الديزيرت كفر اللي هي الديزيرت فورك. ماشي. الديزيرت فورك بتبقى بالظبط بالظبط كده الفرك كده هي ماشيه كده يعني ده طريقها فاهم ازاي؟ اتجاه السكين. اتجاه السكين. ماشي. بتبقى فوق شويه كده اهوت يعني تقريبا بتبقى مع اخر اخر ايوه مع نهايه دي باخد الديزرت فوق. الديزرت سبون بتبقى فوق الديزرت فورك بالظبط كده. لو في عايز احركها ولا حاجه برده زي ما اتفقنا من الناس خالص من نفس المكان. ده كده بالنسبه للكاتري. في اللي هو البي ام بي بريد. البي ام بي بريد دي طريقه المسح. ان انا ما بحطش ما بقى انا بمسكه دي اسهل زي ما بص من بره من تحت اهو كده اهو ومن فوق لما باجي احطه يعني بسطره بعمل كده اهو ببدا احرك من تحت ما اقدرش احرك من تحت. ايوه اسحب من تحت برضو انا ما تعاملتش مع الجزء اللي بيتعامل منه الجسم بالظبط اللي برضو نفس الـ نفس اللاين نفس اللاين. لو انت عشان كده احنا اتفقنا ان دي الدينر مين كورس نايف اول واحده لو هي انت فرشتها بطريقه صحيحه بعدين كل سيت اب مش معاك هيبقى مش معاك بطريقه صح. سليم. انا فرشت حطيت البي ام بي بليت بتاعي اهو وظبطته مع نفس اللاين بيجي مع
بي ام بي البي ام بي نايف. الطريقه الصحيحه خالص ان الطبق بيبقى ثلاث اجزاء مثلا، يعني مثلا لو طبق واحد اثنين يبقى جزء جزء ثلاث اثنين زي ما بيقولوا، يعني واحد على ثلاثه. باجي على الجزء الاول ثلث الطبق وبحط المفروض ان هي بتبقى على دي صح ولا تحت؟ ان هي بالظبط كده، هو ده الثلث الاولاني. بصينا كده هنلاقي ان الحرف بتاع البي ام بي بليت هو ماشي مع الحرف بتاع البي ام بي نايف، البي ام بي نايف ايوه، مع المين كورس فورك مع المين كورس نايف. صح كده؟ مش اي في اي اسئله بقى او اي حاجه حتى عايز تسمع حاجه او حطينا حاجه مكان حاجه او حاجه كده او في اي استفسار؟ طيب حضرتك دلوقتي احنا قول بدأنا اول حاجه السكه اللي هي الفورك النايف بالنايف. اه وبعدين الفورك اسمها اسمها مين كورس نايف مين كورس فورك بعدين اسمه بعدين الابيتايزر او الفيرست كورس نايف الفيرست كورس فورك. هي المفروض هو ده سفر ان انا بفرش كده وبعد كده بطلع اخر حاجه خالص الحلو في مجموعه السيت اب دي بطلع بعد السوبر سبون بحط الفورك ريزلت سبون بعد كده ريزلت بعد كده البي ام بي بليت بعدين البي ام بي نايف وبعدين النبكة. لا ما احنا لسه مش عايزين لازم الخطوات، انا عايزكم بس تركزوا عشان يعني تحفظ دوت بعد كده نخش على الحاجات ماشي. بس لسه مش ان انا لا هي 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 السيت اب بتاعها بتبقى مرفوعه عشان هو الجسم لما بيجي يبدا بده بيبدا بالفيرست كورس ماشي، فبتبقى ظاهره بس ظاهره بس كده يعني. في بعض الاماكن بتخليها كده، في بعض الاماكن برضه بتخليها مساويه، وفي بعض الاماكن بيخليها مساويه كده سليم، بس هو ده الستاندرد الستاندرد هنا. اوكي هنيجي للكفر الثاني. الكفر الثاني نفس الخطوات في الكفر الاولاني، بس يبقى فيه حاجه بقى ان انا ببدا احط كل حاجه قصاد التاني قصاد يعني ده بقول ايه؟ عكس اه يعني مثلا هنا الفورك مين كورس فورك صح؟ معايا؟ هتبقى قصادها الناحيه الثانيه ايه؟ النايف اللي هي المين كورس نايف. اوكي؟ بالنسبه للمين كورس فورك هتبقى قصاد ايه؟ بالظبط مين كورس نايف الفيرست كورس نايف هتبقى قصاد بالذات الكتلات. ده كده بالنسبه كتلات سته. اوكي في ايه حاجتين ناقصين؟ نابكن حد سألني انا هحط الكاسات مع الكاتلري مع كله مع بعض ليه؟ الكاتلري حي والنبت الحية وال كتيم والميجر ان ده ازاز صح؟ لو ده السيلفر ممكن السلز وانا بسطر ممكن اه كيما تبط مني كده او سكة تيجي مني الحية دي هتتحطر دي تعمل معاها حساسية شوية النابكن عادة يوريست نابكن سيرش تكون كانت حاجة قوي بعد ما بعد ما عمل يوريست نابكن على الطاولة على الطاولة دي بتتحرك ممكن بتجنب ان انا باجي اتعامل مع مع الووتر بوبلت ان انا اول حاجة لازم اتاكد ان هي بتلمع، هي ممكن تكون نضيفة بس ممكن تكون في لو انت مش بتعملها في بصمة او مشبرة نفس السنتي برضه اهو شفتوا؟ شفت السنتي؟ اللي هو السنتي اللي هنا كده تبقى قصاد بالظبط المين كورس نايف. اوكي؟ النابكن الجزء النابكن بتاعي المفروض النابكنيه معايا الاول مع لا
بس النابكن اخر حاجه. لا بعد الوتر بوب حط النابكن اللي هي بتاعتها هي بتاع الكفر نفسه. يبقى اخر حاجه النابكن. مش مثلا بعد ما اخلص الطاوله لا افش النابكن. انت مثلا انا دلوقتي بفش طاوله وجست موجود. ماشي. عندك كفر انت ماشي انت بتفش هنا انت ما بتفرش وجست موجود. افش قبل ما تجيش الطاوله. تمام انا افش الوتر بوب الاول تمام. ولا افش مثلا كفر كفر. لا ما انت عشان بص انت دلوقتي انت فرشت الطاوله كلها زي ما انا فرشت كده كفرين ثلاثه اربعه خمسه 3 كفر 4 كفر 5 كفر وات ايفر انا بحط الكاتري بتاعتي كلها بفرشها سليم والتري بتاعت الثانيه بيبقى عليها الوتر بوب الوتر بوب ماشي لو المساحه هتسمح ان انا اشيل معايا المكن اشيل معايا المكن ما تسمحش ان انا اشيل معايا المكن خلاص المكن ده بخليك تعمل بس انت طبعا عشان هم اتنين كفر فانا بقول لك حط اول حاجه الكاسب اكد بالظبط عايز تعرف مثلا ليه دي قبل كذا او ليه كذا لو انا دلوقتي لو حضرتك جست او الصندل العادي اللي هو الجست بيبدا بايه؟ في العشاء او في الغداء بيبدا بايه؟ الجست بيبدا بالشرب تمام طيب اول حاجه احنا ايه عندنا هنا في الاول خالص ايه؟ عزل الشرب اللي هي الصوم بعد كده بيجيب السلطه او الفيرست كورس صح الفيرست كورس اللي هو بيقول عليه الفيرست كورس او الصلاه فبيستعمل الشوكه النايف والفورك بتاعت الفيرست كورس بعد كده بيبقى المين كورس اللي هو الطبق الرئيسي صح اللي هو بيستعمل فيه ال المين كورس النايف والفورك طبعا في بعد كده الديزيرت بيبقى فاتحين الكفر دوت طبعا كل كورس الجسم بيفنش احنا بنشيله بالكاتلري بتاعه ده هنيجي في التريننج الثاني هاو تو كلير ذا تيبل هاو تو ميك كليرنس اوكي ازاي تعمل كليرنس الجسم هو في خلال الديورنج ميل اوكي اتفضل معانا محمد ابراهيم هيبدا ينفذ كل اللي هو اتعلمه من شغله. اوكي؟ حاضر. تقدر. كم المسافه؟ لا. وصلت. انت هتاخدها حتى ليه بدأت بالميون كورس ده؟ لأن احنا عشان كده بنسيت اب على البطاقة. بنسيت اب لبطاقة. اسمها ايه؟ اسمها هاو تو كليرنج. نفس السنتر نفس السنتر. تحاول تتعامل بتتعامل من ايه؟ ما تحاولش تتعامل في حته ثانيه غير الجزء ده. هو كده لما تيجي تحاول تتعامل معاه عشان تطلعه تعمل من الجزء ده. اوكي؟ نفس الطريقه ولا نفس الطريقه؟ نفس Thank you.
اتاكد النوت. طب في اي سؤال عن